أنا أنكر إمام الحجة سلام الله. بئسا لكم وبئسا لعقولكم. ما أقول لنواياكم، وإلا يقين عندي لا يقول هذا عني أحد إلا مريض القلب، إلا في قلبه زيغ ومرض. وإلا من الذي كتب مولانا، ومن الذي وقف في أمام هذه الهجمة الوهابية في السنوات الماضية في الفضائيات في الأطروحة المهدوية؟ كلكم كنتم في بيوتكم كالأموات. من الذي إلى الآن أعزائي، أنا ما أريد أنه واقعا، ولكنه من باب أنه واقعا عندما يأتي مثل هذه الاتهامات الباطلة، من الذي كتب في علم الإمام كتابا في 700 صفحة؟ من الذي كتب الراسخون في العلم؟ من الذي كتب كتاب العصمة؟ من الذي كتب بحث حول الإمامة؟ حديث الثقلين الآن في الطبع في 500 صفحة، الولاية التكوينية، الاسم الأعظم حقيقته ومظاهره، وكتب ومقالات كثيرة موجودة في كل تراثي. أين قلت أني تنازلت عن هذا التراث حتى يقال مثل هذا الكلام المتخلف؟ ما معناه أنه من روى رواية عن أخيه المؤمن أو المسلم يريد بها شينة وهدم مروءته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان، فلا يقبله الشيطان. هاي إذا روى رواية عن أخيه المؤمن أو المسلم يريد بها شينة وهدم مروءته. زين، أنا قصدي اليوم من الحكاية لا أريد الغيبة ولا هدم المروءة ولا إساءة السمعة، أنا جاي أتحدث عن آية الله العظمى السيد كمال الحيدري، أنعم وأكرم. يا أخي شوف الآثار، يا أخي شوف العلم، يا أخي شوف البحوث التي والله يقف العقل مبهورا أمامها. بحوث في العقائد، بحوث في الإمامة، بحوث في الإمام صاحب الزمان الأطروحات المهدوية. يا أخي مو بس هاي، يعني سيد كمال الحيدري أعطى للمذهب في هذه الأيام وقبل هذه الفترة قوة عجيبة من ناحية الاستدلال ومن ناحية محاربة من أراد أن يحارب المذهب وأن يكمم أفواههم بل ويلطمهم على أفواههم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء سيد كمال الحيدري هذا الجزاء؟ أننا نصدق من هب ودب، نصدق كل من تحدث على عن هذا السيد الجليل؟ أحياناً يحز بنفسك أنك بعض فضائيات لما تطلع طرحها مو علمي إنصافاً، يعني خلوها أنتوا المتابعين منكم يسموه كل اسمع طرح وشوف طرح سيد كمال الحيدري دا تابعون لو ما ندري، يعني ما ندري جوز يعني 4-5 تابعون. ليش يا أخي اقروا، يا أخي تابعوا، يا أخي شوفوا الفكر، شوفوا التحديات المحيطة بكم، شوفوا ناسكم، شوفوا فكركم. يا أخي البرنامج كله ساعة اعتبره مسلسل مدبلج وتابع، يا أخي تابعوه، شوف الوضع شلونه، يعني شوف الرد العلمي، شوف الحوار الهادئ المؤدب، شوف الأطروحة الراقية، الأطروحة الموثقة بالسند وبالطريقة، وشوف التهريج والسباب والشتائم، وشوف هاي الخطوط العريضة اللي تنزل، مو شوف القناة اللي يطلع بيها السيد على هالأساس بالرد، أكو بيها فرد شريط شتم أحد؟ افتهم المخطط العظيم اللي جاي يتعرض له أتباع أهل البيت عليهم السلام. ها أنت شايف سيد كمال الحيدري رقم يعني له اعتباراته في الساحة الشيعية وفي الساحة الإسلامية خصوصا، لا بد من أن يحارب هذا الرجل، لا بد من أن يحارب. لذلك تجد أن مقاطعه ودروسه في البحث الخارج، بحثه في الأصول، بحثه في العقائد، لا بد أن يقطع بل ويفربك بل ويضاف إليه من أجل تسقيط هذا العالم الجليل. وإذا سقط مثل هذا العالم، إيش بقى لنا مولانا؟ هاعني فالحذر الحذر يا حبيبي، إذا ناشر ضد هذا السيد أرجوك امسحه، ولا تتحمل تبعته أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن إحنا ويا الفقر ما نقدر نوقف أمام الله سبحانه وتعالى. إيش حال إذا وقفنا هذا السيد الجليل؟ راح تقول لي ما هذول مرضى سيدنا، أنت معتقد يا أخي لعد هذا أسلوب العالم أنه محاضرة الآن 45 دقيقة يطلع منها 40 ثانية يقول هذا رأي سيد الحيدري، هذا منطقي ولا يفيد واروح لك. انا معينين مو معمم، انا معينين، فمن اريد اجادل اللي بقدي خوش، اقول البقاله يجادل ابو البقاله، بيع شراي يجادل البياع، الطبيب يجادل الطبيب،
ها يعني المهندس يجادل يعني كلمة واختصاصة يا أخوي. إحنا ليش نندقب هالفضاحل؟ أنا ش مدري يا بعد عمري. أكو ناس تريد وأكو ناس تبحث. ها يا حبيب وتدري أنه سيد كمال حيدري لما يطرح موضوع عنده أدلة وهو بعد حج عليه هاي الأدلة حج عليه يوم القيامة. ها يعني حج عليه. زين بعدين النوايا وين هالنوايا السيئة التي بدرت من هذا السيد؟ ها يعني دو شفت بعد وقفت على قناة الكوثر لما جاء كان سدا منيعا أمام كل من أراد أن يخترق هذا المذهب العظيم وما تمكنوا بفضل. قال لي عم السيد بسألك سؤال، يجوز الواحد يسب ويلعن المرجع السيد الحيدري هنا بينه وبين موتته يمكن 4-5 ساعات؟ قلت له فؤاد. قال لي نعم. قلت له السب واللعن حرام لأي إنسان كان على وجه الأرض، السب واللعن حرام ما له مبررات. كيف وهو من علماء مدرسة أهل البيت ومن مراجعها، وطالما ذب عن مدرسة أهل البيت وأهدافها وقيمها فغرورقت عيناه بالدموع ثم انصرف وسجد في هذه الجهة. أنا خرجت صلاة الفجر جاءنا خبر أن الرجل. أقول الأمور شذي يعني، إذا احنا ما نصلح أوضاعنا ايش جاي ننتظر احنا يعني؟ لولا سامع السب والشتم واللعن في مجالس وفي أماكن ومن أشخاص لما قالها ولما جاء متحسرا ولما غرورقت عيناه بالدموع أسفا وتحسرا على هالناس. إمام الحسين عليه السلام يبكي يوم العاشوراء مو على نفسه ولا ما على ما يجري، ولكن على القوم أن يدخلوا النار بسببه، سبب قتله يعني. نفس الشيء، متى احنا شوي نرجع شوي؟ وين الطيبة؟ وين المحبة؟ وين التعاون؟ وين الصدق؟ كل حرقنا أوراقه بس ندور عثرات. الذكاء، النجاح، ما من ناجح إلا وخلفه من يحسده. هذه طبيعة الحياة. وإذا أردت أن تكون ناجحاً وظننت أنه لن يحسدك أحد فأنت إنسان تعيش مثالية عالية. طبيعة البشر هكذا إلا من عصم الله. طبائع الناس، الطغيان، عدم وجود محبة، هذه كلها سببه فقدان المحبة. لا يحبون بعضهم بعضاً فينشأ هذا إحساس الكراهية، كراهية تنعم الآخرين بالنعمة، محبة زوال النعم عن الآخرين، روح عدوانية